السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في قناة ام سندس. اليوم غادي ندير معكم دويرة في بريمارك، نشوفوا الجديد تاعها، فبقوا معايا مع الفيديو وفرجة ممتعة. وكنتمنى انكم تشجعوني بلي لايك ولي كومنتير كما العادة، والبارطاج تاع لا فيديو مع اصحابكم وحبابكم. هنايا صافي راه غادي ندخلوا لبريمارك وغادي نصور لكم الجهه تاع البنات ونصور لكم الجديد تاعنا هنايا. هانتوما معايا، وهنايا بديت لكم بالحويجات تاع البنوتات الصغار كما كتشوفوا، حيت بغيت ناخذ شي حاجه لبنتي. وغادي نشارك معكم الكسيوات اللي كاينين في بريمارك. وهنايا غادي ندوز لكم الجهه تاع العيالات، غادي نصور لكم الصنيدلات. هنايا بديت لكم بالسيكان، الصراحه عندهم داكشي زوين، السيكان زوينين، السيكان تاع بريمارك داكشي مستيليس دوك الصغار، المهم هادو اللي طالعين كما كتشوفوا معايا. Thank you.
وهنايا شوفوا معايا الصنيديله شحال زوينه عجبتني، ولكن انا ديك السميله رقيقه بزاف كدبرني كضرني في القدم فاش كنتمشى، كنبغي شويه تكون المهم تكون غليظه السميله. وهنايا عاوتاني الجهه تاع فين كاينين البينوارات البيجامات، صراحه هادو التوب تاعهم زوين ورطب وتال الوان صيفيين. وهادو البينوارات ودوك الملابس مهم ديال العريسات كما كتشوفوا، هادو تاع الدوش تاع العمان. وهنا يا صافي سالت الجولة تاعي في بريمارك، ما صورتش لكم بزاف حيت بنتي ضروري خصني نحضيها ونراقبها ونتقدى داكشي اللي بغيت، ما نقدرش نشد غير التليفون. مهم قدرت نصور لكم الفيديو تاع اليوم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.